تجددت اليوم الأربعاء احتجاجات العاملين في الميناء الجنوبي في مدينة بورسودان في ولاية البحر الأحمر مطالبين بإلغاء عقد الشركة الفلبينية لإدارة الميناء. وقعت الحكومة عقد امتياز لتشغيل الميناء الجنوبي مع شركة الخدمات الدولية لمحطات الحاويات الفلبينية لمدة 20 سنة مقابل 530 مليون يورو دفعت منها 410 ملايين يورو على يدفع الباقي بالأقساط إلى جانب دفع مليون يورو أجرة شهرية تزيد مستقبلا إلى 1.5 مليون يورو. وأكد ممثل العاملين المحتجين المتضررين المضربين عن العمل عبود الشربيني لموقع باج نيوز أنهم لن يجلسوا مع أي جهة حكومية ما لم يصدر قرار من رئيس الوزراء بإلغاء عقد الشراكة الفلبينية. وكانت اللجنة التي تضم مساعدة الرئيس موسى محمد أحمد ووزير النقل حاتم السر ومندوبا من وزارة المالية مندوبا من جهاز الأمن والمخابرات وممثلين لجهات ذات صلة قد فشلت في لقاء العاملين بالميناء أمس الثلاثاء، الأمر الذي دعا موسى والسر إلى تمديد الزيارة. للتعليق حول القضية معنا عبر الهاتف رئيس النقابة البديلة لهيئة الموانئ البحرية عثمان طاهر آدم موسى. مساء الخير سيد عثمان. مساءك نور أخونا، مساء السودان كله، مساء طيبة إن شاء الله كلكم بخير. طيب أولا الحكومة السودانية أرسلت طمأنة في أكثر من مناسبة بعدم تشريد العاملين، ما رأيك؟ والله طبعا الموضوع ما موضوع عاملين ولا موضوع إذا إنه ما تشريد وعدم تشريد، الموضوع أكبر من كده. نحن دي هي البوابة الوحيدة اللي عندنا المطلة بها على العالم كله، فيها حراك اقتصادي البحر الأحمر كبير مرة واحد. فلذلك نحن نظرتنا ليس نظرة إنه مثلا عمال يشتغلوا ما يشتغلوا ويشردوا ولا ما يشردوا، دي دولة، دي سيادة بتاع الدولة، ده وطن، دي بمفهوم زي ده نحن نرفض المسألة، مش نرفضها في إنها هتشرد عمال ولا ما هتشرد عمال ولا هيكون كلام زي ده. نحن بوابتنا الوحيدة والمحطة الوحيدة اللي عندنا في السودان هي المحطة بتاعت الميناء الجنوبي بتاعت حاويات، ما عندنا حاجة ثانية. لما نسلمها لشركة أجنبية نحن نفتكر إن دي خسارة كبيرة وخسارة فاضحة لده. طيب سيد عثمان، ما رأيك في الحديث الحكومي الذي يقول ليس هنالك تشريد لأي عامل يعني في الميناء؟ والله هو ما هي القصة أساسا، هي ما قصة عامل ولا ما تشريد ولا ما تشريد، هي القصة إنه سوق البحر الأحمر للحاويات فيه أكثر من 3 مليون حاوية تتداول في سوق البحر الأحمر. نحن فهمنا إنه كون إنه نخسر عطاء زي ده لمدة 20 سنة لكلام زي ده، احنا نفتكره كلام مش في حق الوطن، مش في حق السيادة، مش في حق الأمن، مش في حق حاجات كثيرة. احنا ما بنقول انه مين يشتغل ولا مين ما يشتغل ولا مين يشرد ولا مين ما يشرد، ده سوق كبيرة فيها تنافس كبير، نحن ممكن نصل الى مليون. طيب سيد عثمان، يعني عقد الشركة الفلبينية هل تضمن استيعاب نسبة من العمالة المحلية؟ لا لا، اساسا في العقد تم توقيعه اساسا ما كانت فيه. الان يعني بعد الحراك اللي حصل والكلام اللي حصل، الان الناس مشت لانه تعمل انه تسويه، وقالوا للوزير انه نحن نقبل 900 وكلام زي ده، المحطه اساسا فيها 1800 وكلام زي ده. بعد ما التوقيع انتهى بتاع العقد وما في حاجه ملزمه كده قانونيا الشركه بالكلام ده، لكن في انه تطيب الامور وكلام زي ده الان بيجوا يتجهوا في الاتجاه زي ده. لكن نحن في البدايه بنقول انه المساله اكبر من انه يخذلوها في عامل يشتغل ولا ما عامل يشتغل. طيب سيد عثمان، هل العاملون الان يمارسون عملهم داخل الميناء الجنوبي؟ والله العمل متوقف في الميناء الجنوبي، اضراب شامل وما في اي شغل، الناس واقفه من الشغل محتجه ومطالبة، وطلبنا واحد انه الغاء العقد بتاع الكونشيسن الحاصل بين الفلبينية والحكومة السودانية، وانه ايرادات المينا ذاتها محققة اكبر من النسب المقدمة الشركة الفلبينية او الموجودة في العطاء. احنا نتكلم في حاجات زي دي،
احنا محققين افضل من من الشيء اللي حتحققه العقد ولا الاتفاقيه اللي هم عملوها دي. اذا لماذا نحن نتخلص من الميناء؟ طيب نتخلص من الميناء. السيد عثمان اخيرا يعني الحكومه عملت على تشكيل لجان لحل هذه الازمه. حل هذا الازمه هذه الازمه في في في, في شيء واحد هو انه نحن نلغي العقد ده نبحث انه لو انه في اي مبررات من اجل انه يعمل عقد احنا نشوفها ونعمل فيها شيء. الان في في كلام يقول انه للتطوير وكلام زي ده كلام استهلاكي اكبر من انه كلام على ارض الواقع. التطوير ما بيكون بايجار، ما بيكون بانك تفقد موقع زي ده مهم استراتيجي امنيا واقتصاديا بحاجات كثيره بكلام زي ده. التطوير في شراكات ذكيه ممكن تتعامل، عندنا الشركه الصينيه بتشتغل معنا واشتغلت حتى في ميناء حيدوب شغاله معنا وشغاله معنا بشراكه وليس بايجار. تكون السياده حقتنا لكن لما احنا نمشي في الشراكه الشراكه افضل من انه نمشي في في شغل بتاع ايجار نفقد فيه السياده والمساله كلها تكون في ايدي الناس اجانب يديروا على كيف ومدخلوا على كيف ويعمل على كيف. رئيس النقابه البديله لهيئه الموانئ البحريه عثمان طاهر ادم موسى كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.